مساء الخير على كل السادة المشاهدين والمتابعين في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم. معكم خالد المصري في أولى حلقات برنامج صناع السعادة. صناع السعادة ليها أساليب كتيرة جدا 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 في الحياة. السعادة ممكن تبقى في ضحكة في وش جارك، السعادة ممكن تبقى من كلمة طيبة، السعادة ليها حاجات كتيرة أوي 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 أوي. النهاردة طبعا حلقتنا حلقة مميزة جدا. حلقتنا النهاردة مع ستات شبرا الجدعان. طبعا مبدئيا عايزين نتكلم عن صناع السعادة. هو مش اسم برنامج فقط، صناع السعادة بالفعل تحقق على أرض الواقع من خلال مهرجان صناع السعادة. صناع السعادة مهرجان فاشن وتجميل على مستوى دولي كبير جدا الحمد لله. وطبعا أنا كنت بتشرف أن أنا كنت رئيس المهرجان طبعا، والدورة الثانية أقيمت من خلال أيام ماضية يوم 7 أغسطس الماضي الحمد لله. فطبعا أنا حابب في بداية الحلقة أشكر بعض الضيوف وفريق العمل اللي ساهموا معانا في إقامة الدورة. فنبدأ كده بسم الله الرحمن الرحيم. عايز أشكر شكر وتقدير كبير جدا 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 للمستشارة الإعلامية مدنة عادل عدلي. بشكرك جدا يا مدنة على مجهودك الكبير في نجاح مهرجان صناع السعادة. وطبعا حابب أشكر مديرة العلاقات العامة الأستاذة كريمة علي والأستاذة الإعلامية مرفت سعيد، بشكركم شكرا جزيلا. طبعا بشكر الفوتوغرافر الكبير إبراهيم كامل والأستاذ محمد حركة أبو عمر، بشكركم شكرا جزيلا. وطبعا مش عايز أنسى الأستاذة الإعلامية ندى أيمن ومصمم الجرافيك عبد الله عز الدين، بشكركم شكرا جزيلا. طبعا مش عايز أنسى فريق التنظيم. هبدأ مع مديرة المهرجان الأستاذة تيسير حمدي والأستاذة عبير شفيق وأيضا الأستاذة أمان جزيل والأستاذة سماحة أبو السعود وطبعا الأستاذة هند جابر. وطبعا مش هنسى ملك الميديا الأستاذ خالد زهران، بشكركم جدا شكرا جزيلا. وطبعا مش حابب أنسى كمان كل الجرايد والمواقع اللي سندتنا بشكل كبير جدا. بشكر الدكتورة الكبيرة بنت اسكندرية المحترمة الدكتورة دعاء النصر طبعا رئيس مجلس إدارة جريدة عالم النجوم، وأيضا الإعلامية الكبيرة الأستاذة كلير توفيق رئيس مجلس إدارة مجلة كلاسي، شكرا جدا لحضراتكم. وأيضا الأستاذة تيسير علي رئيس تحرير وموقع رؤية وطن. وأيضا حابب أشكر الأستاذة مدنة عادل وأيضا الراحل مايكل منير مؤسس مجلة ستار لايت، شكرا جزيلا لكم. طبعا النهاردة حلقتنا حلقة مميزة جدا مع الشبراوية. معنا النهاردة أجدع ستات، الستات الجدعة يعني شبرا، شبرا يعني الأصل يعني الجدعانة يعني الرجولة. وفي حلقتنا النهاردة هنثبت مقولة لو صاحبك نجح مش هياخد من رزقك. طبعا النهاردة هنعرف يعني إيه ستات جدعة. هنبدأ طبعا نتعرف على ضيوفنا النهاردة. هنبدأ بالأستاذة رشا محمد، نورتيني النهاردة يا فندم. رشا محمد، رشا عبد النبي شرفتيني ونورتيني يا أستاذة رشا. أهلا بيك، مبسوط جدا بوجودك معايا. تسلم وأنا مبسوطة بيك، ربنا يخليك. وطبعا أيضا معانا برضو الأستاذة فاطمة دسوقي، شرفتيني ونورتيني. طبعا معانا الأستاذة الأستاذة إيمي محمد. أهلا بحضرتك، مبسوطين جدا بوجود حضرتك معايا. أنا أكتر والله، ربنا يخليك. طبعا معانا الأستاذة منى بدر. معانا الأستاذة منى بدر، شرفتينا ونورتينا النهارده. خلينا نبدأ كده ندخل في الحلقة على طول يا أستاذة رشا. عايزين نعرف مين رشا عبد النبي وإزاي بدأتي في شغلك، وعرفي السادة المشاهدين بالظبط مجال شغلك إيه. السلام عليكم. أنا الأول اسمي رشا عبد النبي عبد العزيز واصل. تمام. من شبرا. بدأت شغلي من حوالي 5 سنين. اشتغلت أونلاين في بيتي، كنت حابة أساعد في المعيشة. واشتغلت خدت صور من ناس أصحابي في نفس المجال، ما كنتش أفقه في أي شيء خالص. خدت صور وابتديت أشغل جروبي، فتحت جروب فيسبوك وابتديت أشغل جروبي واحدة واحدة، أخد الصور منهم وأتابع واحدة واحدة. بصراحة تعبت كتير لحد ما وصلت الحمد لله للمكان اللي أنا فيه دلوقتي. عندي مكان واثنين الحمد لله، يعني فتحت مجال في المجال شوية واحدة واحدة بعدها، حتى يعتبر من تحت خالص. جبتها من تحت خالص
بدأت أعرض صور، وبعد كده أجيب شغل في بيتي، وبعد كده جبت فليزر وجبت تلاجة، وربنا كرمنا واحدة واحدة، والمجال إيه ابتدى يوسع معانا بفضل الله، يعني وصلنا للمكان اللي احنا فيها الحمد لله. الحمد لله. يعني كده حضرتك بدأتي من تحت الصفر لحد ما بقى ليكي مكان، وبدأتي ان انت تشتغلي وتساعدي بيتك ومصاريف بيتك. اه بفضل الله. تمام، جميل جدا. ممكن بقى نتعرف على حضرتك استاذه منى بدر، عرفينا اكتر مين منى بدر، بدأتي ازاي، اشتغلتي ايه، وصلتي لحد ايه دلوقتي؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انا منى بدر بسيوني. انا بدأت يعني من حوالي 9 سنين، كنت شغاله كان نظام اعلانات على الفيسبوك، بيبقوا طالبين بنات يشتغلوا مودريتور. كان بدايه شغلي كانت اشتغلت مودريتور لصفحات، وكنت تيم ليدر لشركه تسويق، وكان معايا فريق تسويق كبير، وكنت انا التيم ليدر شغاله ليهم. كونت نفسي من البدايه. طبعا كان يعني حبيت ان انا ازود دخل بيتي مع زوجي وكده، واساعده في المعيشه. بدأت طبعا على عملت جروب لنفسي، قلت يعني يبقى حاجه كيان لنفسي، وما بقاش يبقى شغل ليا خاص ليا لوحدي يعني. طبعا كنت باخد من ناس برضو حواليا صور للشغل اللي انا شغاله فيه. بدأت طبعا في شركات كتير كانت بتبقى عايزه ان انا اخد بالكراتين. انا بصراحه كنت لسه بادئه في الاول، ما كنتش مقدرتي ان انا اخد من كل منتج كراتين، فكنت طبعا ايمي طبعا كنت انا اتواصلت معاها، وكنت باخد منها شغل جمله. كانت بتقول لي يعني شوف اللي انت عايزاه وخد اللي انت عايزاه، ومالكيش اي دعوه باي حاجه يعني خالص. كانت بتدعمك في البدايه؟ اه بصراحه. فلجأت ليها، وطبعا كنت شغالة اشتغلت حوالي في البيت 5 سنين. وبعد كده بقى بدأت الناس كتير كانت بتطلب ان انا مكاني فين، عايزين محل وكده، ففين المحل فين ومكانك فين. بدأت الناس تسأل عايزين مكان ثابت ليك. او فبدأت فتحت محل صغير. طبعا يعني بقيت اعرض بقى المنتجات، وجبت ديب فريزر، بدأت بديب فريزر واحد، وبعد كده جبت واحد تاني ووسعت المجال بتاعي، والحمد لله بفضل ربنا وثم بدعاء والدتي ووالدي وزوجي واقفين جنبي، والحمد لله وبدأت شغلي الحمد لله. يعني برضو نعرف نفهم من كلام حضرتك ان لازم الدعم من الاهل ومن الوالد والوالدة والزوج. اكيد طبعا بيفرق معنا جدا في مجال شغلنا. اكيد. تمام. استاذة فاطمة عرفينا بقى بحضرتك. اسمي فاطمة سوقي، معايا معهد فوق متوسط شعبة تمريض، بس ما اشتغلتش تمريض علشان السهر والنايت شيفت وكده، فكان بابا واخويا الاول مش موافقين. وبعدها طبعا بعد ما اتجوزت زوجي برضو ما كانش موافق بالشغل خالص. قعدنا شوية كده لحد ما حصلت لنا شوية دروبات في مادية يعني. الحمد لله بقى ابتديت انا اجمع مبلغ صغير كده من عيديات ولادي في مره، وجمعت اوردرات. كنت الاول بجيب شغل على القد بالظبط. ربنا كرم، وابتديت بقى تعرف تقريبا ما كانش في حد شغال في شبرا غيري انا وتقريبا بنتين تانيين، فما كانش لسه الموضوع يتعرف قوي، وما كانش الاونلاين موجود كتير. كذا حد الحمد لله وثق فيا، ولما الدنيا مشيت شويه بقى الحمد لله اخدت مخزن صغير على قدي، وابتديت بقى اشتغل انا جمله وقطاعي. جميل. اللي عندك مكان خاص بيكي دلوقتي؟ عندي حاليا يعني مكان صغير كده حاطه فيه شغلي وبضاعتي، عشان برضو يبقى الحاجه بعيدة عن البيت وعن الولاد. ما شاء الله ان شاء الله يكبر الاكبر يا رب. اللهم امين. استاذه ايمين اهلا بحضرتك. بعتذر على التعب اللي جالي فجاه. الله يهمك. احنا عارفين طبعا استاذه ايمي تعبت فجاه وهي جايه في الطريق، فبرضه اصرت ان هي تبقى معانا وتكمل معانا ان شاء الله الحلقه. شرف ليا. ان شاء الله عايزين بقى نتعرف على حضرتك اكتر. انا سامع بقى البنات بيقولوا ان انت ساعدتيهم ودعمتيهم في الاول. الحمد لله. وما دخلتيش عليهم اخواتي يعني. فعرفينا بقى انت حكايه بداتي ازاي ووصلتي لحد ايه، وحكينا بقى كل حاجه عن ايمي محمد. انا اسمي ايمان محمد، الشهره ايمي. ما بحبش اسم ايمان اصلا، بحب ايمي. بدات كنت شغاله في شركه كبيره، وانا شغاله في الشركه برضو كنت بتاجر، انا بحب التجاره جدا. ربنا يعني ساعه الثوره الشركه دي صفت، فطبعا يعني مش هقعد. جات لي سفريه السعوديه، سافرت والحمد لله ربنا كرمني وبقى معايا فلوس وكده. بس فنزلت من السعوديه قلت لا اشتغل في بلدي افضل. جات الفكره بقى ساعه الكورونا، كنا كلنا قاعدين في البيت، وقلت كده كده انا قاعده على التليفون.
قلت ما اشتغل ما اشتغل واشغل وقتي وكده، فابتديت بقى اجيب منتجات مميزه مش موجوده اصلا في منطقتي. بجيب مثلا من المنصوره، بجيب من طنطا، بجيب من اي حته بعيد عن شبرا اصلا، حاجات مميزه يعني. والحمد لله انا قلت هبدا كبيره يعني، عشان ايه اللي بيبدا كبير بيفضل كبير. فابتديت اشتغل جمله، وده اللي ميزني في السوق، ان انا اصلا بقيت معظم شغلي ثلاث ارباعه جمله، والحمد لله يعني ربنا كرمنا ومعانا محل ومعندنا كل المنتجات اكتر من 300 منتج في المحل. يعني انت حضرتك استغليتي الوقت وانت قاعده اثناء كورونا وبداتي ان انت تشتغلي بالموبايل لحد ما جمعتي علاقات وجمعتي شغل وبداتي ان انت تشتغلي. الحمد لله. طبعا الحمد لله. طيب دلوقتي بقى احنا عندنا شويه اسئله في المجال بتاعكم اللي هي بتواجهكم. احنا طبعا النهارده وصلنا كده رساله لكل الساده المشاهدين، ان احنا الستات بتقدر تشتغل وتقدر تساعد بيتها وتصرف على بيتها، وان الست تقدر تبدع وتتميز بفكره جديده. جميل. طيب عندنا بقى دلوقتي تقولي ايه للستات او الناس اللي بتقول ان الست يستحيل تقول ان هي تعمل فكره جديده او فكره تبتكر حاجه جديده او حاجه مميزه؟ في بعض الناس متخيلين ان الست لا ملهاش غير بيتها وولادها ومطبخها فقط لا غير. هنقول لهم الناس دي النهارده. لا ازاي طبعا، الستات كل المجالات دلوقتي الستات هنا متفوقه على الرجاله فيه. الستات دلوقتي بقوا موجودين في كل حاجه اصلا. الشغل اللي احنا فيه ده الاونلاين اللي بدا فيه ستات، كنا كلنا او اغلبنا ستات، وبعد كده بداوا بقى نلاقي في المجال ده قليل قوي ما لقينا رجاله كده. في الاخر بدات هي اللي تمسك محلات وتشتغل فيها، وشركات ظهرت كتير بقت موردين هم اللي ماسكين الشغل ده. لما لقونا احنا اللي نشرناه وبقينا احنا نسوق لكل الحاجات. ما كانش حد يعرف حاجه عن الجبن ولا المجمدات ولا الاستريبسات ولا الحاجات دي، ما كانش حد يعرفها. خصوصا كمان الفتره بتاعت الكورونا لما كل المطاعم قفلت، الناس اتجهت انها تجيب حاجتها في البيت وتعملها. فاحنا اللي عرفنا الناس بكل الاكل اللي بره. في ناس دلوقتي ما بقتش تروح المطاعم وبيعملوا حاجتهم كلها في البيت. فلا الستات طبعا ليها دور كبير. انا هقول رايي في اخر الحلقه عن الستات، رايي الشخصي طبعا. ممكن استاذه فاطمه تقول لنا رايك ايه في الموضوع ده؟ دي منى. استاذه منى؟ اوكي سوري. لا طبعا، هو الستات ما فيش يعني مثلا الواحده لما بتكون عايزه تعمل حاجه ومصممه تعمل حاجه وحاطه حاجه في دماغها لازم انا هتعملها. فالشركات عامه احنا اللي شهرنا الشركات. في منتجات كتيره احنا شهرناها لدرجة في منتجات يعني زي الموتزاريلا ومجمدات بقت موجودة في السوبر ماركت. يعني احنا شهرنا حاجات كتير. فطبعا ما فيش يعني مثلا ان بيقولوا لا الست مثلا هي ليها بيتها. لا ما فيش الست ليها بيتها، اللي عايزة تشتغل. احنا معنا برضو بعض الصور من شغلكم بنعرضها للسادة المشاهدين. ممكن برضو تقولوا لنا، تعرفونا بقى وتعرفوا الناس ايه المنتجات دي بالظبط. ده شغلي. دي منتجات، ده برجر ميتكو، ده دقيق البسبوسه. في خامات، عندنا خامات حلويات وعندنا مجمدات، عندنا مصنعات. جميل. عندنا دي جب، وعندنا جبن بحاجات كتير يعني. عندنا حاجات كتير، المحلات والمنتجات اللي احنا بنشتغل فيها ما شاء الله كتير. اكتر من 300 منتج عندنا في المحلات، واكتر كمان بنشتغل في محلاتنا كمان او مجالنا شغال مواسم. يعني ممكن يجي في مولد النبي عليه الصلاه والسلام هتلاقي حلاوه المولد عندنا، العيد هتلاقي الكحك والبسكويت. رمضان هتلاقي اليميش رمضان. فالمواسم بتاعتنا مختلفه جدا عن باقي المجالات كلها. يعني احنا شغالين اي حاجه ممكن نسوقها بطريقه حلوه، وفي نفس الوقت المنتج يكون كويس، المنتج يكون يستاهل ان هو يتسوق. فاحنا بنسوقها، ده دورنا ان احنا بنسوق منتجات في نفس الوقت بتنفع الناس في بيوتها، والخامات كويسه ما تاذيش الاطفال وما تاذيش الناس. يعني خامات كويسه بنشتغل فيها، خامات كويسه جدا. يعني خامات الحلويات دي بيجي لنا ناس بتعمل تورتات منها وبتعمل شغل عالي منها، بياخدوا منها لان احنا بنجيب من افضل الانواع بتاعت الخامات. بنحاول على قد ما نقدر نمشي في السوق بحاجه كويسه تيجي لينا يعني في الاخر، يبقى الفضل مثلا للي بيسوق حاجه كويسه تنفعك في بيتك. حاجات كتير جدا بقى لست البيت، يعني كل ما يخص البيت كل مطعم موجود عندكم. موجود عندنا، صح كده؟ بالظبط كده لخصنا الموضوع. بالظبط. ست البيت ممكن تيجي من شغلها. ست البيت ممكن تيجي من شغلها تلاقي كل حاجه
تاخد يا دوبك بس الكيس يا دوبك على القليه او على التحمير وخلص. يعني الموضوع سهل جدا، سهلنا حاجات كتير، الدنيا كتير فعلا. كتير كتير كده. برافو عليك. الحمد لله ما شاء الله. طيب نرجع بقى لسؤالنا تاني، اتفضلي كملي بقى الاجابه. السؤال تقولي ايه للناس اللي شايفين ان الست ما تقدرش ان هي تبدع او تبتكر فكره جديده ومميزه؟ لا انا احب اوجه الناس طبعا اللي حابه تبدا، لازم أنا الواحده تسعى، لازم ما دام حاطه حاجه في دماغك لازم تنوي ان انت تعمليها بفضل ربنا اولا، ثم انت لازم اي واحده حابه تبدا في اي مجال اسعى يا عبد وانا اسعى معاك. يعني مش معقوله هي تبقى قاعده وعايزه تعمل حاجه والحاجه هتجيلها لحد عندها، لا يعني لازم الواحده تسوق منتجات وتسوق على قد ما تقدر والحاجات تكون مضمونه. يعني انا مثلا بيتعرض عليا يعني لما بتيجي واحده مثلا تقول لي انت جربت المنتج ده، انا قبل ما بجيب المنتج المحل لازم أنا اكون مجربه. مثلا واحده بتقول لي طب انت جربي درجه جبت كيس برجر وقسمته ما بيني وما بينها عشان ايه هي جربته، تطمن على المنتج برضه. انا جربته وهي جربته وجت تاني يوم بس امانه ربنا كانت بتشكرني تقول لي بصراحه يعني انا يا ريتني كنت خدت الكيس على بعضه. يعني بامانه ربنا لازم الواحد بيراعي ربنا في شغله اولا عشان ربنا بيبارك. لان يعني طول يعني لما مش معقوله هتجي مثلا منتج وتقولي ده حلو وانت اصلا ما جربتهوش. الحاجه بتيجي واحده تقول لي مثلا عميله تقول لي انت جربت المنتج، اقول لها لا بامانه ربنا انا ما جربتش، لكن العملاء اللي حواليا الزباين اللي حواليا كلهم جربوا. يعني بالتالي انت ضامنه كل المنتجات اللي عندك. الحمد لله. تمام. وكل بقى المنتجات مجمدات وفي صوصات وفي برده في خضار مجمد وفي اسماك طبعا وفي جمبري في كل حاجه في يعني المحل. ما شاء الله احنا عندنا هايبر ماركت مش محل. ما شاء الله هايبر بس على صغير. تمام بس كل حاجه موجوده عندنا طبعا. الحمد لله. الحمد لله. بحاول ان انا بسعى ان انا اكبره. يعني بدات من الصفر، من الصفر تعبت جدا لدرجه يعني والله ببقى في عز تعبي كده وبنزل وبروح بلبس الكمامه كده وانزل اجيب شغلي. ساعتي وربنا كرمك. الحمد لله. الحمد لله. راي حضرتك يا استاذه؟ انا رايي برضو زي بقيه البنات. بص هي الست عامه ذكيه، يعني تقدر تشغل اي حاجه. يعني انا مع الست فعلا ان هي العقل بتاعها ذكي، تقدر تشغل اي حاجه في اي مجالها. يعني احنا بقى في ستات وزراء وبقى في ستات مدرسين ودكاتره وما شاء الله، يعني احنا الست نفسها ذكيه تقدر تشغل عقلها بطريقه حلوه تساعد بها بيتها وتساعد بها اولادها وتغير من مستوى معيشتها، وفي نفس الوقت تشيل الفضل الكبير قوي اللي بيبقى موجود في البيت. يعني مش هنبقى قاعدين في البيت ماسكين التليفونات نتفرج بس على الفيديو والحاجات دي، لا احنا نشغل نفسنا بحاجه تفيدنا وتفيد ولادنا وتفيد غيرنا في نفس الوقت. لا هي الست طبعا ليها دور اساسي في اي حاجه. احنا وغيرنا وغيرنا يعني كتير. البنت دلوقتي لسه طالعه يا دوبك ثالثه اعدادي وبتحاول تشوف شغل وبتحاول تعمل حاجه تسعى للموضوع. لا الست ذكيه، الست لازم يعني مكانها يبقى افضل من كده بكتير، والا الرسول عليه الصلاه والسلام فضلها عن حاجات كتير جدا. فانا مع الست اللي تقدر تعمل اي حاجه دماغها تجيبها في اي حاجه كويسه بفضل الله كويسه، تشغلها في مجال وتشغلها في حاجات كتير جدا. يعني احنا اذكياء فالحمد لله بفضل الله يعني شغلنا دماغنا، عرفنا نشغل ازاي، عرفنا نجيب جروباتنا ازاي، عرفنا نجمع الناس ان هي تثق فينا. دي حاجه كبيره جدا ان حد يثق في واحده ست ويجي لها لحد بيتها. انا عندي ناس بتجيلي من ناس من حتت بعيد جدا من مناطق كبيره وبتقف ما شاء الله بحاجات كويسه يشرفني. من خارج شبرا او من محافظات تانية؟ من محافظات تانية، ويشرفني بيقفوا بعربياتهم قدام محلي الصغير ويشتروا من عندي وييجوا من اماكن بعيده واثقين فيا، واثقين في المنتج اللي انا بعرضه واللي انا بجيبه المحل واثقين في حاجتي فبيجوا. وده اللي ده سبب نجاحي بقى. ان الناس وثقت فينا ووثقت في الشغل بتاعنا. احنا الحمد لله اي منتج بنخش المحل لازم نعمل تيست عليه. صح. ما ينفعش نجيب كراتين منه ونحطه في المحل ونعرض للناس من غير ما احنا نعرف مكوناته ايه، تاريخ صلاحيته ايه، اللي جوه ايه، حاجات كتير جدا عن المنتج وحاجات كتير عن المصنعات اللي الناس بتخاف منها. في ناس كتير بتخاف من المصنعات. لا احنا بنجيب لك منتج كويس، انتاج صلاحيته جديده. انا يمكن محلي معروف كمان بتاريخ الصلاحيه، تاريخ صلاحيه الشهر
وبصور كده، بطلع لايف بكده، بعرف الناس بكده طرايخ سلاحيه جديده، يعني حاجه جديده مضمونه لسه معموله من الشركه وجايه لك، مش حاجه مركونه بالشهور وبقدر لا. بيجي مشاكل، بيواجهنا حاجات كتير، بس الحمد لله بذكاء المرأة المصرية اللي احنا نقدر نتعايش معاها بنقدر نعدي حاجات كتير قوي الحمد لله. فضيلة عارف ان حضرتك تعبانة جدا يعني بس شاركينا رأي حضرتك طبعا مهم في السؤال ده. اولا الست يعتبر يعني هي كل حاجة في البيت وفي في الدنيا يعني في المجتمع بس لازم أن اي ست تعافر وتشتغل عشان تساعد زوجها في الايام الصعبه اللي احنا فيها دي، وخصوصا ان احنا عندنا وقت فراغ كبير، بدل ما نتكلم عن الناس ونجيب سيره حد وكده نشتغل. جميل. بس طب اصبح ان احنا كلنا متفقين عن السؤال ده، اجابتنا كلها واحده، ان الست تقدر تعمل اكتر من حاجه بذكائها، ونستغل الوقت الفراغ بتاعنا بدل ما احنا قاعدين نتكلم او نعمل على حاجه ملهاش لازمه ونقعد على الفيسبوك او السوشيال ميديا، فبنستغل ده في شغلنا واكل عيشنا. جميل. معانا سؤال مهم جدا بقى، عايزين نقول رسالة للشباب اللي قاعدين وبيقولوا الدنيا صعبة ومش لاقين شغل، هنقول لهم النهاردة للشباب بقى مش الستات، احنا اتفقنا ان الستات ذكية وتقدر تعمل كل حاجة، مع ان الشاب او الراجل يقدر يعمل قد الست مليون مرة، ففي ناس بتكسل بتقول انا مش لاقي شغل وقاعد على القهوة ما بيعملش اي حاجة، وده موضوع مهم جدا. انتوا كستات النهاردة بتشتغلوا وبتسعوا على اكل عيشكم، هتوجهوا لهم تقولوا لهم ايه النهاردة؟ يعني احنا بدأنا، انا عن نفسي انا بدأت بمبلغ صغير جدا، كان 250 جنيه بدأت بيه، وبقيت اشتغل واحاول اكبر نفسي كل حاجة، بقيت ماشيها خطوة خطوة، ادرس الخطوة وبعدين اخطيها عشان برضو اكون عارفة عواقبها، بس اني اقعد يعني احنا كانت الدنيا حوالينا فيها مشاكل، لو انا كنت قعدت وسبت الدنيا ماشية كده لا احنا كنا هنغرق بجد. انا الحمد لله سعيت ومشيت الدنيا شوية، انا فعلا بشوف نماذج كتير من كده، في شباب بتبقى عايزة شغل وبيجتهدوا بصراحة بأي حاجة، وفي ناس طبعها اصلا يعني بتبقى عايز كل حاجة على الجاهز، ما بيصدق ان في الشغل اصلا. أيوة. لا انا والله بشوف يعني في بيجي لي مناديب توصيل بيرضوا بالقليل جدا وبيفرحوا بالحاجات البسيطه اللي بياخدوها وبيشتغلوا كتير جدا، ربنا بيوسع عليهم. وفي ناس يعني انا ببقى حاطه لهم فلوس من معاهم ما بيعجبهمش، فهي في ناس طباعها لا كسوله كده. جميل. راي حضرتك يا استاذه؟ هو مش يعني ما فيش شاب مثلا بالبلدي كده ان هو يبقى نام على ظهره وبيدور على شغل، صح كده؟ لازم الشاب يسعى عشان ايه؟ يدور يعني يشوف، زي ما احنا مثلا دورنا وكان بيبقى في اعلانات على الفيسبوك، طبعا لو عايز تشتغل هتدور وتشوف، مثلا هدخل وهسال واشوف، هستفسر واشوف ده الاعلان ده طالب ايه. انا لما كنت بطلع اوردرات بامانه ربنا كان ممكن اخلي اخواتي يوصلوا الاوردرات بنفسهم، يعني مثلا بيبقوا هم صغيرين اقول له بدل ما انت قاعد كده خد الاوردر ده مثلا ووصله، بيوصلوا الاوردرات يعني بدل يعني هم اي هم اولى من اي حد يعني. طبعا لازم اي شاب يسعى، لازم تدور على شغل، يعني مش معقوله مثلا تبقى قاعد والشغل هيجي لحد عندك، لا لازم تسعى، ولازم الواحد بيتعب ويشقى علشان خاطر تكون نفسك اساسي، وعشان يعني مش معقوله ان انت هتبقى قاعد والشغل هيجي لحد عندك يعني. برافو عليك. تمام. استاذه رشا. انا بقى مش مع اي حد يقول ان بلدنا ما فيهاش شغل ابدا، لا بلدنا فيها شغل وشغل حلو قوي وشغل ينفعك وينفع غيرك، بس انت الكسول. صح. انت اللي بتبقى قاعد عايز الحاجه تجيلك لحد عندك. لا 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 احنا بنسعى، كلنا بنسعى، الشاب والراجل والست والبنت وكله مجتمع مرتبط ببعضه، لازم كلنا نسعى عشان كلنا نعرف نعيش. ما ينفعش حد يبقى نايم وحد يبقى يتفرج على التلفزيون وحد نايم طول الليل على الموبايل على الانترنت ويصحى الصبح مش قادر يقوم يشتغل، لا اعمل اللي عليك بالنهار واعمل اللي انت عايزه بالليل. يعني اشتغل، يعني الشغل اولا اعمل اللي انت عايزه بعد كده مفيش مشكله، اشتغل وسعى. مش هنقول نشتغل بشهادتنا ولا نقول نعمل اي حاجه، المجالات مفتوحه كتير قوي كتير، المصانع الملابس كتير جدا في مجالنا، المجال بتاعنا فيه كتير جدا حاجات كتير، حاجات كتير جدا، نجار في ورش انا بشوف ناس ما شاء الله شباب زي الورد ما شاء الله، وبييجوا مثلا ينظفوا المكان وخلاص بيشتغلوا، بتوع النظافه بيشتغلوا كل حاجه، اي مجال
اتفرض علينا حلو. اللي بيجي نعمة منه يعني الرزق اللي بيجي منه رزق حلال احسن ما ندور على حاجة تانية. زي ما بنقول الرزق بيحب الخفية. يعني لازم. انا بشوف ناس يعني انا عن نفسي اول ما بدأت شغلي انا وصلت اوردراتي بنفسي. انا نزلت وكان في رجالة بتيجي تستلم مني. انا كنت بشيل الاوردرات على ايدي وبروح اسلم في المكان المخصص مثلا اللي كنت بقول لهم عليه. وقعدت على كده سنة اروح بنفسي وامشي واخد الشنط مثلا بتاعت الاوردرات واسلم دي واسلم دي واسلم دي وارجع لبيتي الحمد لله. وكنت برجع مترضية جدا جدا وببقى مبسوطة ان حد اتفق معايا على حاجة وجه خدها وان حد كذا والحد كذا كده. وكنت خلاص اتعرفت في المجال واتعرفت واحدة ست واقفة وبتشتغل ما شاء الله. وانا دلوقتي واقفة في محلي واحدة ست. انا واقفة فاتحة محلي واقفة فيه. يعني ليه بقى الراجل يبقى قاعد مثلا ومستني مراته؟ لا لازم الشباب والرجالة وكله كله يسعى. يعني ربنا يعيننا كلنا. وحياة صعبة اصلا لازم كله يسعى عشانها. الظروف اللي احنا فيها لازم الكل يسعى ان كان راجل او ست. لحظة واحدة بس معانا اتصال تليفوني. استاذة رشا من القاهرة. الو السلام عليكم. عليكم السلام استاذة رشا. رحمة حضرتك. رحمة ايوه اهلا بحضرتك. اهلا بيك حضرتك. اهلا يا فندم. نورتينا يا فندم. اتفضلي. اهلا ربنا يبارك. انا بحب احيي مدام رشا عبد النبي. فعلا المنتجات بتاعتها جميلة جدا جدا وانا جربتها وبصراحة ربنا احسن واحدة بتعامل معاها في شجر خيمة. وبحييها ويا رب دايما كده من نجاح لنجاح واشوفها كده دايما مبسوطة زي ما هي فرحانة دايما. ربنا يعزك يا مدام رحمة. ربنا يعزك يا حبيبتي وتسلمي لي على ذوقك. تسلمي يا رب. ربنا يبارك لك يا رب. ربنا يخليك يا حبيبتي. اتبسطت بسؤالك. ربنا يبارك لك. اشكرك يا قلبي. شكرا لتواصلك معانا. شكرا. اتفضل يا سيدي. بس هو ده كان رأيي فعلا. لازم كله يجتهد. لازم واحد او ست. يعني الراجل ما ينفعش ابدا يبقى قاعد في البيت وواحده ست او واحده بنت بتشتغل. يقف. في حاجات كتير قوي. يعني لو الشباب لسه حتى في المدارس بينزلوا صيدليه بينزلوا محلات بينزلوا ورش بينزلوا اي حاجه. لا احنا المجالات مفتوحه بس احنا اللي بنكسل. احنا بنكسل ندور بس في ظل الظروف اللي احنا فيها دي. لا مفيش كسل. ان ما كانش البيت كله هيشتغل وايده في ايد واحده مش هنعرف نعيش. صح اصلا. صح. الظروف بقت اصعب مننا كلنا. يعني مش ظروف واحد ولا اتنين. لا ظروفنا كلنا بقت اصعب مننا كلنا. لازم ايدنا تتكاتف في بعضها عشان نعرف نعدي. بالزبط. بس الحمد لله. سيدة الاعمال ايمي محمد. سيدة الاعمال مش شايفه خالص. سيدة الاعمال تعبانه جدا. الحمد لله. يعني مش عارفه اللي جالي في عيني بس الحمد لله. كرم ربنا. الحمد لله. راي حضرتك بقى في الموضوع. هو المشكله ان احنا في مجتمع بيحب المظاهر شويه ودي مشكله كبيره جدا يعني بتمر بكل الشباب او ثلاث ارباع الشباب. عايزين يقعدوا على مكتب ويجي لهم الشغل ويقعدوا كده وخلاص. لا لازم تخرج وتشتغل وتدور. ممكن تبدا التجاره. الرسول عليه الصلاه والسلام وصانا بالتجاره. يعني دلوقتي ما فيش وظايف وما فيش تعيينات. طب نتاجر في اي حاجه. اي منتج بسيط ممكن نتاجر فيه. يعني سبحان الله ربنا بيبارك في اقل حاجه. بس فلازم نشتغل وندور على اي حاجه تدخل لنا فلوس تساعدنا على المعيشه يعني. طبعا حضراتكم وصلتوا رساله للشباب اللي قاعدين او اللي بيشكك في الستات المصريه. انا بقى ارسلت ليكم انتم مثال للست المصريه. وانا بحييكم جدا على مجهودكم وشغلكم وتعبكم. وطبعا احنا شفنا راي العملاء دخلوا معانا النهارده وشكروا فيكم. طبعا بشكركم جدا اللي انتم بتعملوه. ربنا يوفقكم كمان في اللي جاي. عندنا سؤال مهم جدا بقى وده احنا بنوجهه برضو للساده المشاهدين او الناس اللي لسه بادئه في المجال بتاعنا. لو في عميل شكك في المنتج بتاعك هتقنعيه ازاي ان المنتج ده كويس او اشرحي لنا بقى. حضرتك تقصد ان عميل شكك في المنتج من غير ما يجربه؟ أوه. لا انا ما فيش اي حاجه بجيبها عندي في المكان الا لما بكون مجرباها وانا مصوراها عندي من بيتي للناس. ده لو حد لسه اصلا ما جربش حاجتي. جميل. انما لو حد خد حاجه وشكك فيها في عملاء بيبقى انا باخد شكوتهم بعين الاعتبار. يعني في ناس اصلا بتبقى ايه يعني زي ما بيقولوا كده حنبليه. يعني ممكن كلامهم
كلامهم كتير والله، وبيبقوا هم بس يحبوا الشكوى يعني، حاجات بسيطه ممكن يكبروها قوي. وفي ناس لا بيبقى يعني الشكوى بتتكرر من واحد واثنين وثلاثه، دي انا باخدها بعين الاعتبار. في ناس مش بتبقى الحاجه سيئه زي ما هم بيبقوا فاكرين، انا ببقى مجرباها عندي وفي بيتي، فدول يعني مش ببقى مهتمه قوي بكلامهم. زي ما في حد بيشتكي انا برجع للمكان اللي انا جايبه منه حاجتي وببلغهم، وبعوض طبعا العملاء لو في اي حاجه او في اي مشكله انا باخد الحاجه وبعوضهم. جميل. فلازم الحاجه اكون انا مجرباها قبل ما اطلعها للناس. تمام. يعني اي منتج عندك انت مجرباه؟ والله اي منتج. ايوه بس غير الحاجات اللي انا مش بحبها، غير الحاجات اللي مش بحبها بقول لهم لا ما جربتهاش. استاذه ايه راي حضرتك؟ هو انا قبل ما بعرض اي منتج لازم ان انا اعمل تيست في البيت. وبطلع لايف سواء موتزاريلا سواء مجمدات اي حاجه بعمل عليها لايف في البيت عندي، وطبعا بيجي ياخدوها على ضمانتي. الحاجه دي انت جربتيها يا منى؟ اقول لهم جربتها. ما جربتهاش انا ما جربتهاش. مثلا يعني لسه من امتى، من يومين واحده بتقول لي هل انت جربتي البرجر كان برجر فراخ؟ انا قلت لها لا لسه منزله جديد، فناس كتير خدوه وشكروا فيه. تقول لي انت جربتيه؟ اقول لها لا انا ما جربتهوش بقى مرات ربنا. بعت لها الريفيوهات ان الناس اخدته وجربوه. جت خدته وقالت لي لا بأمانة ربنا يعني الحاجة كويسة. فطبعا الناس بقى في بقى ممكن ناس كتير تشكر في حاجة وتلاقي واحدة بس مثلا تيجي تقول لا ده وحش خالص. طب ده بيبقى عيب ايه بقى؟ ممكن هي سوء ان هي ما عرفتش تعمله، سوء تغذير، ممكن يعني سوء استخدام، هي مثلا سابته بره. زي واحدة خدت جبنة موتزاريلا، المفروض الجبنة الموتزاريلا تاخدها من المحل، يا تستخدميها يا تحطيها في الفريزر. مش هتاخدي الجبنه وتسيبيها في الثلاجه وتيجي بعدها باسبوع تقولي لي اصل الجبنه كانت وحشه. يعني لازم الجبنه في الفريزر. في الفريزر اكيد. اي مجمدات عامه بتطلع من الفريزر على القلي على طول، هتاخديها من المحل ما دام مش هتستخدميها هتحطيها في الفريزر. غير كده ما ينفعش اي منتج يتساب في الثلاجه. تمام. احنا ذات نفسنا لما بنعمل اكله في البيت ما بنسيبش الاكل ليله بره، لان غلط يعني. ما بالك بقى ده دي مجمدات يعني ليها صلاحيه ولها سوء تخزين، المفروض ان هي اي منتج بيبقى في الفريزر بس. جميل. طيب معانا اتصال تليفوني. معانا هدى من البحيره. مساء الخير استاذ خالد. مساء النور يا فندم. احنا بنتفرج على حضرتك وما شاء الله البرنامج جميل جدا. ميرسي جدا، ربنا يخليك يا فندم. ميرسي لحضرتك حقيقي، حضرتك مستضيف نماذج مشرفه جدا والله. ربنا يخليك. حضرتك محتاجه طيب تسالي اي سؤال الستات الجدعه معانا؟ والله ربنا يوفقهم، وحقيقي هم بيشجعوا الستات والشباب على العمل. ميرسي جدا لحضرتك يا استاذه هدى، اتشرفنا بوجودك معانا يا فندم. ميرسي لحضرتك يا استاذ خالد، ميرسي جدا. شكرا جدا، شكرا جدا استاذه هدى من البحيره. اتفضلي يا استاذه. بص انا عندي بيني وبين العملاء كده يعني صداقه. جميل. يعني احب تبقى في بيننا وبين بعض كده مكالمات عادي. يعني خدت المنتج احب اعرف رايك، احب اعرف الحاجه دي ايه، يعني بيننا وبين بعض. مش عشان انا بشتغل مثلا او انا ببيع منتج انت هتاخديه وتمشي، لا لازم يكون في بيننا وبين بعض العلاقه اصلا. بالزبط. تمام. بيني وبين العميل لازم اربي العميل عندي، يعني اعرفه عندي ان الموضوع مش موضوع ان انت تشتري مني او تنفعني بس. بالزبط. لا انت لازم تبقى واثق فيا. يعني في ناس بتخش عندي المحل تقول لي انت جربتي المنتج الفلاني؟ اقول لها لسه. تقول لي خلاص اما تجربيه هناخده. جميل. يعني هم بيثقوا في كلمتك اصلا قبل لما اي حاجه. لما تجربيه هناخده. وفي ناس طالما انت جايباه وشه خلاص الموضوع ايه؟ خلاص منتهي. في حاجات كتير قوي بنعمل عليها تيست في المحل. ليه؟ لان دي ده مجنه. صح. يعني ده شغلتي ان انا اعمل التيست، اجيب الحاجه المضمونه للناس. تمام. مش هقول لك ان لحظه واحده معانا اتصال تليفوني. استاذه ميرفت. الو. ايوه استاذ خالد ازيك؟ ازي حضرتك استاذه ميرفت، نورتينا يا فندم. شابوه للحلقه الاولى الممتازه بجد، وربنا يوفقك. وانا بجد بشكر السيدات الممتازه اللي قاعده فعلا ومكافحه. انا بحب الست المكافحه لاني انا فعلا مكافحه مش هكذب عليك. وعايزه بس اشكر امي لاني انا باخد منتجاتها بصراحه، حاجتها فريش بما يرضي الله. انا بقول حق ربنا، حاجتها حلوه قوي وحاجتها فريش. وربنا يوفقكم بجد في الحلقه الممتازه بتاعتكم دي. شكرا جدا استاذ ميرفت. تسلمي. شكرا يا فندم. اتفضلي يا فندم.
انا بيني وبين العملاء زي ما انا قلت لحضرتك كده ثقه، وثقه خلاص بقت يعني يعتبر ثقه عمياء بيني وبين العملاء. الناس الجديده بس اللي بتحب تجرب الحاجه بتسالني عليها، انت جربت المنتج الفلاني؟ اقول لهم لسه، يقول لك لا اما جربيه. طب هو كويس؟ اه كويس. بعمل تست على الحاجه ببيتي، بطلع بها لايف. الجبنه الموتزاريلا بحاول اسيحها لهم في على اللايف، واعرفهم مثلا بتتعمل ازاي. مش بندي المنتج للعميله مثلا واقول لها روح روحي، لا بقول لها تستخدمه ازاي تاني كمان، اه وبقول لها تستخدمه ازاي. الاستريبس ازاي تقليه؟ ما ينفعش تقليه مش مثلا مش مجمد، لا تاخديه من الفريزر تقليه، ما ينفعش تسيبيه بره وترجعي تقليه وترجعي لا. البرجر نفس الكلام، تاخديه من عندي مجمد، تحطيه في الزيت مجمد، تخرجيه نفس الكلام كده. لو في شكوى من اي عميله انا باخدها بصدر رحم جدا، وممكن اعوض العميله وهم يشهدوا بكده، ممكن اعوضها بحاجه احسن كمان، وممكن كمان هي ذات نفسها تقول لي خلاص الموضوع ايه، خلاص غير المنتج. لو جالي شكوى من منتج واحد مرتين ما بدخلوش المحل تاني. جميل. يعني خالص. حضرتك اصلا لما بتدي العميل الحاجه بتدي له اصلا محاضره او كورس ان انت ازاي تعمله صح. انا بعمل جميل. تعمله ازاي عشان ما يجيش سوء استخدام ويقول لا ده انا ما الحاجه دي مش تمام بالزبط. لا انا بعرفك تستخدمه ازاي عشان لما تستخدمه صح ويطلع صح زي ما انا قلت لك بالظبط، يبقى كده انا وانت تمام بالظبط. لو جالي شكوى من منتج مرتين ما بدخلوش خالص المحلات، يبقى المشكله خالص. في المنتج نفسه، يبقى المشكله في المنتج بالزبط. نفسه. لو جات لي واحده بس بتحاول اتغاضى عنها واجرب انا المنتج عندي في البيت. جميل. لو انا ما جربتوش، لو ورغم كده انا بجرب كل المنتجات. جميل. اي منتج بخش عندي احب اجربه، انا بحب اجرب حتى لو انا ما بحبش الحاجه الفلانيه. يعني مثلا لو ما بحبش بس لازم ضامنه المنتج بتاعك بالظبط، اعمله ببيتي واكله لاولادي، لان انا يعني بحلف لهم ان الحاجه دي انا جايباهم اكلها لاولادي قبليكم. يعني انا ضامنه، يعني مش طبعا مش هعمل صحه ولادي عليهم بالزبط. لا انا ضامنه الحاجه دي وباكلها لبيتي وباخدها ببيتي وبعمل كذا. عندنا حاجات كتير جدا بتنفع في حاجات كتير. يعني لو واحده ست مثلا راحة مصيف بقول لها تاخدي 1 2 3 4 معاكي، حاجات اكلات سريعه. لو واحده ست عندها مثلا مناسبه وراحة تعمل كذا بقول لها نفس الكلام. جميل. عندها عيد ميلاد بعرفها بقول لها مثلا منتجات الحلويات تعمل كذا وكذا. جميل. وكذا وكذا، حاجات كتير. يعني مجالنا مش مفتوح ان احنا بنسوق منتج بس صح. لا احنا بينا وبين العملاء حاجات كتير جدا. يعني بينا بقت في صداقه بينا وبين العملاء، بقى في ثقه زياده. يعني احنا كمان مش بينا شغل فقط، لا, لا, لا احنا لا اصحاب لا. واصدقاء قبل اي حاجه خالص. اصلا حد اخد منتج واتصل علي انا لقيته مثلا في كذا، لا اعمل كذا وكذا. جميل. هتلاقي كويس، يجربه ويلاقيك زي ما انا قلت بالظبط كده. فالحمد لله. معانا مداخله تليفونيه. الو. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام. طبعا مبروك اولى حلقات صناع السعاده زي ما وعدنا. معاك مدام كريمه علاقات عامه، وكان قبليه طبعا ميرفت. انا بكمل على كلامها بقول بجد منورين اخواتي اجدع ستات، بجد اثبتوا اني فعلا فعلا الست لما بتفوز تعمل حاجه بتقدر. وكل التحيه والتوفيق ليكم، وميرسي جدا لحسن الاستقبال للقناه، وتمنياتي ليك بالتوفيق ويبقى برنامج مكسر الدنيا ان شاء الله. شكرا جدا استاذه كريمه علي، بالتوفيق ليكي ومبسوطين جدا بوجودك معانا يا فندم. شكرا جدا. اتفضلي في حاجه ثانيه؟ خلاص تمام. سيده الاعمال ايمي محمد. بص يعني اهم حاجه الثقه بيني وبين العميل. لو الثقه دي اتهزت انا كده خسرت شغلي. لو عميل واحد اشتكى من شغلي طبعا لازم اشوف ايه عيوب المنتج واحاول احلها، يا اما ما اجيبوش تاني محلي. ممكن لو واحده خدت منتج ومش عاجبها ممكن اخده منها لو هرميه، بس ما تشتكيش من شغلي. هو ده اللي بيميزنا في شغلنا، لان احنا شغلنا مميز غير الماركتات خالص. احنا شغل فاست فود، يعني شغل مطاعم، شغل مميز. يعني انا ممكن العامله تاخد مني مكونات ساندوتش بيتباع بره بمبلغ، عندي مثلا تاخده وتعمله في البيت بطريقه سهله، بيبقى مش مكلف ومش مكلفه وبنفس التيست بتاع بره. جميل. فانا لازم اوفر المنتج يعني بما يعادل المنتج اللي بيتباع بره. جميل. بس عشان ما تخسرش فلوسها برضه. تمام. يبقى بالتالي كده يا جماعه انا هجرب بنفسي بعد كده المنتجات وانا هطلع اقول للناس رايي في المنتجات كلها. تسلم يا رب. شرف لينا والله. طيب عايزين بقى، عندنا سؤال مهم جدا دلوقتي. تمام. نقول ايه للست اللي هي بتشتغل و بس عايزه تخلي فلوس شغلها ومكسبها ليها هي لوحدها، مش عايزه تدي لجوزها او تصرف من البيت او عايزه فلوسها دي تبقى خاصه بيها، نقول لها ايه النهارده بقى؟ السؤال ده مهم جدا. حياة تعاون.
لا يا استاذ خالد، الحياه تعاون فعلا، ما ينفعش ابدا ابقى شغاله وبجيب مثلا قرش او بجيب مكسب واستخسره ابدا في بيتي، ابدا لا يمكن. ما ينفعش اشوف حد من ولادي ناقصهم حاجه وما كملهاش. الحياه تعاون، زي ما الراجل او زي ما جوزي بيشتغل وبيتعب عشان يجيب متطلبات بيتي، لازم انا كمان اقف جنبه، لان المراه والراجل دلوقتي واحد، الحياه واحده، الحياه تعاون، لازم اعينه، لازم اقف جنبه، لازم حاجات كتير جدا. وهي مش فلوسي في الاول في الاخر، هي مش فلوسي، هي تعبي ومجهودي وكل حاجه، بس دول احنا اسره متكامله، لازم يبقى هو بيجيب فلوسه، ما قاليش اخدها لوحدي، لا هو بيروح عشان يجيب متطلبات بيته ومتطلباتي، واي حاجه بعوزها هو بيجيبها لي. فليه هو لما انا اشتغل ما اجيبلوش هو حتى حاجته هو، انا لازم اجيبها. يعني واجبها وما اخليش ولادي ناقصهم حاجه. لا لا، بتقول لك انا ماليش دعوه، هو الراجل، لا 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 ابدا، انا ماليش دعوه، هو بالعكس مسؤول عن ده كله. لا 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 لا، هو مسؤول عن ده كله، بس المتطلبات احنا في ظروف صعبه جدا. ده الكلام ده لو الراجل معلش متيسر الحال جدا، حتى لو هو متيسر ما ينفعش، ما ينفعش اخد الحاجه وابقى انانيه قوي واخد فلوس مثلا فلوس مكسبي واشيلها لنفسي، ليه هعمل بيها ايه في الاخر؟ لا، اما اسعد جوزي بيها على الاقل هو هيحس ان الحياه مشاركه، مش هيحس ان انا انانيه معاه واخده مثلا مكسب لوحدي او واخده فلوس شغل لوحدي. لا 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 خالص، انا ضد كده خالص. لازم الحياه تعاون بينا وبين بعضينا، لازم نساعد بعضينا، ولازم احنا اصلا نزلنا من بيوتنا واشتغلنا وعملنا عشان نساعد بعضينا وعشان نحسن مستوى معيشتنا، مش عشان ناخد الفلوس نكنزها. لا لا. جميل، رايح حضرتك يا استاذه. هو اولا يعني اي واحده بتبقى بتشتغل مش عشان ان هي تبص لنفسها وتشيل القرش، لا يعني كل زوج وكل زوجه بيكملوا بعض. يعني مش معقول الزوج هيشيل في الزمن اللي احنا فيه ده، العيشه بقت غاليه، في اطفال، انا شغاله عشان خاطر ولادي وعشان خاطر زوجي، اقف جنب زوجي، ما يبقاش مثلا هو لوحده شايفانه ان العيشه صعبه، مش هيقدر على كده. انا اشتغلت عشان خاطر بنتي دي عايزه كذا يا ماما، عايزه ده يا ماما، ان احنا بنكمل بعض، مش ان انا اشتغل ان انا احوش. مفيش حد بيحوش في الزمن ده خلاص، ومحدش معاه فلوس عشان يحوش. مفيش اصلا خلاص. فاحنا لازم نكمل بعض، يعني الحمد لله طول ما احنا واقفين وبنسند بعض وفي ضهر بعض ربنا بيبارك. صح. والحمد لله ربنا بيبارك في القليل. لازم اي واحده بتسعى لازم تقف جنب جوزها وتسعى، ما يعني ما ينفعش ان انت تقولي لا اصل انا شغاله، اصل انا عايزه احوش عشان عايزه اجيب لنفسي مش عارف ايه. لا، كله هتجيب اللي انت عايزاه، وهتجيب لاولادك اللي انت عايزاه، وهتجيب لجوزك اللي انت عايزاه، طول ما انتوا واقفين في ظهر بعض. جميل، اتفضلي. زي ما أوشا قالت كده، الحياة تعاون بينا وهي الحياة مشاركة. أكيد أنا برضو شغلي أنا ببقى جاية شوية على متطلبات البيت، هو بيساعدني وأنا بساعده. التزاماتي حتى في البيت بتقل شوية، بس قصاد كده أنا ببقى شغالة برا وتعبانة، بنرجع نكمل بعض، هو ممكن يساعدني في حاجات وأنا بساعده. وأكيد يعني الفلوس أكيد مش هلاقي بيتي محتاج حاجة وهستخسرها، مفيش الكلام ده. مدام إحنا رضينا ونزلنا الشغل وخرجنا الشارع وبنتعب مع بعض، لازم أنا وهو نساعد بعض. جميل. مفيش حاجة إن أنا هنزل واشتغل واتعب واخلي فلوسي لنفسي، لا طبعا. ورانا اولاد ودنيا وحياه، لازم نخليهم على الاقل مش محتاجين حاجه. معانا مداخله تليفونيه استاذ امال. الو. ايوه، السلام عليكم. ساعة لورا كاتو. استاذ امال، ازي حضرتك يا فندم؟ ازي حضرتك يا استاذ خالد، ومبروك عليكم البرنامج الجميل. الله يبارك في حضرتك. انا مامه منى بدر. مامه منى بدر، ازيك يا ست الكل؟ ازي حضرتك؟ انا كنت عند حضرتكم الحفله اللي فاتت، وحضرتك كنت منور المكان. ربنا يحفظك يا رب. ربنا يخليك، ومبروك على الخطوبه اولا. الله يبارك فيك. الله يخليك. طبعا منى، طبعا انا مامتها، ومنى بدات من الصفر، واحنا طبعا واقفين في ظهرها، وهي طبعا شقيت كتير والحمد لله طبعا على كل حاجه. هي طبعا واقفه مع جوزها واحنا برضو في ظهرها، وفي ربنا قبل كل شيء. طبعا يا ست الكل، هي منى ما بقتش منى غير بدعمك طبعا ودعم اسرتها طبعا الكريمه. بشكرك جدا يا ست الكل. ربنا يخليك. نورتينا يا فندم. والبركه في ربنا والبركه في امه حضرتك. ونعم بالله. شكرا جدا يا فندم، شكرا. طيب استاذه ايمي، راي حضرتك سريعا في السؤال اللي قلناه. الحياه تعاون طبعا. انا نازله اشتغل
يعني واساعد جوزي لان طبعا الحياه صعبه. عايزه اخلي ابني، انا عندي محمد بس، ربنا يبارك فيه يا رب. عايزاه يبقى احسن حاجه واوفر له، مش عايزاه يتعب في الحياه زي او زي باباه. فلازم نساعد بعض لان بابا لوحده مش هيقدر، والحمد لله احنا مكملين بعض في كل يعني حاجه. بالتالي ان السعاده مش في الفلوس فقط، احنا لا لا خالص، من غير اي حاجه خالص ومبسوطين مع بعض، فدي طبعا السعاده بالنسبه لنا. طبعا. تمام. طيب طبعا احنا بنعرض بعض صور من مهرجان صناع السعاده، طبعا حضراتكم كنتم منورين معانا فيه. دي بعض اللقطات من صناع السعاده الدوره الثانيه ان شاء الله، ويا رب عقبال الدوره الثالثه طبعا. سؤال اخير بقى لحضراتكم، ما فكرتوش انتوا الاربعه تفتحوا مكان مشترك مع بعض، ولا بتفضلوا ان كل واحد لوحده؟ احنا طبعا احنا على فكره يعني يعتبر احنا الاربعه بنكمل بعض. جميل. احنا الاربعه لما بيكون في اي حاجه ناقصه احنا بنكملها من بعض، ولما بنكون عايزين شغل يعتبر احنا الاربعه بنجيبه، بس الحاجه بتتوزع علينا. جميل. يعني بالتالي في دعم احنا ايوه احنا الاربعه، انت ناقصك حاجه باخدها منهم كلنا، تبعتها لك الحاجه أيوة بالظبط. ايوه جميل. الطيار بتاعنا هو اللي بيروح ان شاء الله. حاجه الطيار، الطيار بتاعنا هو اللي بيروح لهم. رأي حضرتك استاذة في المكان المشترك او لوحدك افضل؟ هو بصراحة احنا كده كل واحدة ليها محلها، بس لما بنكون محتاجين اي حاجة، عايزة مثلا حاجة من بطة، بمكالمة تليفون بتبعت لي الطيار بتاعها بيجيب لي كل حاجة. طيار يعني اي حاجة عايزة من قوش، عايزة من ايمي، كلنا بنكمل بعضينا، لكن كل واحدة في المحل بتاعها افضل. جميل. رأي حضرتك سريعا عشان الوقت. تمام. برضو بضم صوت لصوت البنات، احنا في شركه في 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 نفس المجال، احنا في كل واحده في مكان لوحديها، بس الحمد لله بفضل الله يعني ايدينا واحده، مش لازم ابدا نكون شركه واحده في مكان واحد عشان نبقى مع بعض او مترابطين، لا احنا مترابطين في مجالنا بفضل الله، ما دخلش بينا حد. معاملتنا كويسه جدا مع بعض، اللي عايزه حاجه بتقولها للثانيه، اللي ناقصها منتج بتتصل بالثانيه وتاخدها منه، ما فيش اي حاجه، ما فيش اي واحده فينا انانيه للثانيه ابدا. المداخله عشان الوقت. اتفضل. الو مساء الخير يا فندم، استاذه منى. خدت قطعه، اتفضلي يا استاذه سريعا. بس هو احنا الحمد لله مترابطين جدا مع بعض، الحمد لله ما فيش اي حاجه بينا حصلت وحشه او اي حاجه، اي واحده فينا بتحتاج لمنتج من الثانيه بتتصل بيها وبتجيبها لها، واي واحده فينا مش عارفه توصل لمنتج معين او حاجه معينه الثانيه بتوصلها، يعني مشتركين، مش لازم تكون شركه مقفول علينا باب واحد، لا احنا كده الحمد لله مع بعض. ايد لوحدها ما بتسقفش طبعا، احنا ايد واحده، وانا بالذات يعني ليا شعبيه، يعني هم مثلا ممكن يبقوا منطويين شويه، انا بتعامل مع جميع المحلات صراحه، هم اصحابي وحبايبي. عايز اقول لحضرتك حاجه، احنا المفروض ان انتوا شركه واحده بس لها اربع فروع. صح كده. بس اساس الشركه دي احنا كلنا مع بعض، بس احنا متفرعين. تمام جدا. احنا وصلنا لنهايه حلقتنا، انا بشكركم جدا، كنت مبسوط جدا بوجودكم معايا في اول حلقه. الف سلامه على حضرتك طبعا، سيده الاعمال ايمان محمد، بشكركم ستات شبرا الجدعان، وبجد انا ببعت لكم مليون تحيه على مجهودكم الكبير. اتفضلي يا فندم سريعا. عايز ابعت تحيه بس لوالدي الحاج عبد النبي، هو اللي ماسك الفرع اللي في المحافظه الثانيه. كبيرة للحاج عبد النبي. تعب معايا جدا جدا، ربنا يخليه لي يا رب، ربنا يديمه عليا يا رب نعمه. ويخلي لي جوزي، ويخلي لي ولادي، ويخلي لي حماتي. ربنا يخليك. والدتي الثانيه، مامتي الثانيه. شكرا يا فندم. تسلم يا استاذ خالد. يعني رب طبعا وصلنا لنهايه حلقتنا. وصلنا لنهايه حلقتنا طبعا، بشكركم اعزائي المشاهدين والمتابعين في كل مكان. انا بس عايز اشكر ناس غاليه جدا عليا ساعدتني في البرنامج وفي المهرجان، انا عايز اشكر الاعلاميه ميرفت سعيد، شكرا جزيلا لحضرتك. لا اله الا الله. جدا. والصحفيه والمستشاره الاعلاميه مدونة عادل عدلي، وان شاء الله نلتقي في حلقات اخرى. تصبحوا على خير.